بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى وفي صحيح البخاري من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من كانت عنده لأخيه مظلمة من مال أو عرض فليأته، فليستحلها منه قبل أن يؤخذ وليس عنده دينار ولا درهم، فإن كانت له حسنات أخذ من حسناته فأعطيها هذا، وإلا أخذ من سيئات هذا فطرحت عليه ثم طرح في النار. نسأل الله السلامة والعافية. من كانت عنده مظلمة لأخيه من مال أو عرض، أخذ ماله، استولى عليه، اغتصب، سرقه من، جحده إياه، هذا يتحلل، بمعنى أنه يأتي إلى صاحبه فإما أن يقول أنت في حل، وإما أن يقول رد مالي. وإذا قال رد مالي فواجب عليه أن يرد إليه المال، وإن قال أنت في حل من ذلك فلا حرج عليه، لا حرج عليه، فقد تحلل منه. قال: أو عرض فليأته. العرض هو موضع المدح والقدح، يتكلم فيه ويغتابه ويستنقصه ويستحقره، هكذا يعني من تلقاء نفسه. المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره، انتبه. المفلس، المفلس الذي يأتي يوم القيامة وله حسنات، لكن يأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وسفك دم هذا، فيؤخذ لهذا من حسناته ولهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته أخذ من سيئاته فطرحت عليه ثم طرح في النار. انتبه، بعض الناس الأعراض لذيذة في فمه، يفرمها فرما، لسانه حاد، قال الله: سلقوكم بألسنة حداد. فانتبه على نفسك وحافظ على حسناتك ولا تقع في هذه البلايا والرزايا. وللأسف بعضهم ربما يقع فيما حرم الله إرضاء لفلان أو قربا من فلان، لا ينفعك، أقرب الناس يفر منك يوم القيامة، كيف بهذا؟ قال: فليأته فليستحلها منه قبل أن يؤخذ وليس عنده دينار ولا درهم. ما هنالك دينار وليس هنالك درهم. وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء. قال: فإن كانت له حسنات أخذ من حسناته، يؤخذ من الحسنات فأعطيها هذا. سبحان الله. ولهذا يعني لما تكلم بعضهم في خير خلق الله في الصحابة قالت أمنا عائشة: أولئك انقطعت أعمالهم فتجري لهم أعمال وهم في قبورهم.
أعمال تجري لهم وهم في قبورهم. قال وإلا أخذ من سيئات هذا فطرحت عليه ثم طرح في النار، وضع في النار وألقي في النار، ولا حول ولا قوة إلا بالله. إذن كيف يأمن وكيف يغلب الرجاء من هذا حاله؟ نسأل الله السلامة والعافية. وساق جملة رحمه الله من الأدلة، هنا من كانت عنده مظلمة لأخيه، قوله ليس ثم دينار ولا درهم. في حديث ابن عمر من مات وعليه دينار أو درهم، من مات وعليه دينار أو درهم قضي من حسناته، أخرجه ابن ماجه. وقد مضى شرحه في كتاب المظالم، والمراد بالحسنات الثواب عليها وبالسيئات العقاب عليها، وساق كلاما طويلا. إلهنا بارك الله فيك.